بنجد حيلكم مشاهدين الزمن الجميل، جملة بنقولها دايما واحنا بنتفرج على افلام ابيض واسود ونشوف الناس كانت بتتعامل مع بعضها برقي ازاي. لما بنشوف لبس زمان رجالة وستات منتهى الشياكة ومنتهى البساطة، والاهم لما بنشوف الشوارع نظيفة والبيوت العادية منتهى النظافة ورقي برضو، ورغم ان يعني مفيش حاجة احنا ممكن كأجيال شفناها او عشناها ايام زمان، لكن دايما عندنا احساس نتيجة الافلام ونتيجة ناس بنشوفها ونتيجة حكايات بنسمعها، احساس يصل لحد اليقين ان زمان كان احسن، وان احنا لما بنتفرج على الافلام بيتأكد لنا وبنتمنى نرجع لهذا الزمن الجميل ونعيش فيه ونتكلم عنه. هل فعلا زمان كان أحسن ولا دلوقتي إيه اللي اتغير وإيه الفرق؟ وحكايات كتير وأسئلة كتير في عندنا هوانم في المجتمع يقدروا يحكوا لنا قصص وحكايات، وخاصة لو كانوا هم متصلين بشكل مباشر مع حقبة زمنية ممكن تكون مؤثرة فينا لحد دلوقتي وناس كتير متأثرة بيها. فإحنا سعداء جدا إن إحنا معانا صديقتنا سيدة المجتمع الأستاذة سامية أبو الفتوح، منورانا وحلو الأخضر في الذهبي. ميرسي، ربنا يخليك. نورتينا وشرفتينا أستاذة سامية، ويعني وجودك معانا دايما بيسعدنا. أنت عارفة قد إيه إن إحنا بنحبك. ميرسي والله، أنا بحبك قوي. أهلا وسهلا بيك. أهلا بيك. أنا هبتدي من فكرة أنت أستاذة سامية، أنت من وأنت صغيرة وأنت في عيلة نقول إيه بيتمتعوا بفكرة البشوية والهوانم والأرستقراطية الطبع، ما أثرش على علاقاتك بالآخرين؟ والله هو أثر عليا أني أكون أحسن، عشان أنا شفتهم هم إزاي بيتعاملوا، شفت إزاي التواضع بتاعهم. يعني أبويا الله يرحمه كان قمة في التواضع، قمة في الذوق، قمة بقى في حتة مهمة أوي، الرقي. الرقي في كل حاجة. فأنت يعني بتكوني في أجواء كلها رقية كلها سمو، فبتتأثري أن أنت كمان لازم تكوني كده، لازم تكوني زي ما هو بيتعامل. طب الرقي اللي انت شفتيه زمان ما بتتصدميش؟ زمان لما كنت بتشوفي الستات ما بتقلهاش غير هانم، الهانم الكبيره والهانم الصغيره، واحترام كده للمراه والذوق والصوت وطريقه الكلام، ما بتتصدميش دلوقتي بتصدم او اني نسيب الصدمه؟ بزعل. بزعل لان احنا شعب حلو قوي، شعب محترم قوي، فلما الاقي الحته ديت او اتعودنا على احترام الصغير للكبير، يعني الاحترام ده شيء وارد عندنا قوي، لما بلاقيه بيقل او اختلف او ما هوش على المستوى بتاع الاول، لا بزعل. بزعل. انا عندي استفسار. انت كنت ممكن ساميه ابو الفتوح تفضل طول الوقت الهانم المدلله اللي ملهاش دعوه باي شيء، وعلاقاتك حلوه جدا مع الكل، لكن انا بشوف ان انت اخترتي انك ما تقعديش في البيت فقط هانم، ان انت قررتي انك تخشي تخدمي المجتمع بالادوات بتاعتك وهي علاقاتك الحلوه، فابتديتي تساعدي الاخر، تعملي الانر ويل، مش تعملي، تبقي عضو مهم في الانر ويل، ومن يعني من الاسامي المتميزه جدا، تعملي نوعيه المعارض. ايه اللي كان جبرك؟ هقولك بقى دلوقتي، احنا لو هنتكلم على العمل الاهلي او انك تفكري في الغير، الحقيقه الموضوع ده بدا من وانا صغيره جدا، ممكن اقول من المدرسه. اوكي. انا كنت في مدرسه رهبات. الحقيقه هم بيعلموكي من وانت صغيره، من وانت قد كده، انت داخله مصروفك بتشيليه من جيبك تقسميه بالنص بين العطاء، وبين فكره العطاء. ان العطاء ده شيء اساسي في حياتك، وان ده مش انت يعني انت بتعطي، لا هو واجب عليكي. اوكي. فانا اتعلمت الموضوع ده من صغري، وان نروح ملاجئ من صغرنا وكده، فاصبح ده جزء من حياتي. تمام. وبعدين انت لما تقولي انرويل، لا ده انا مش بس انرويل، ده انا اساسا روتر اكت، يعني اول ما بداوا العمل الاجتماعي للصغيرين دخلت من وانا عندي 16 سنه. اوكي. مش قادره اقول لك بقى من قد ايه، لان هم كتير شويه. قمر يا حبيبتي. ف
بدأت العمل الاجتماعي من الوقت ده. وبعدين بقى بعد كده ممكن اقولي انشغلت شويه وفي الجامعه واتجوزت وخلفت ورجعت بقى تاني من يعني بعد الجواز على طول رجعت تاني عضوه في الانرويل. لقيت ان ازاي اقدر اخدم المجتمع بقنوات بقى شرعيه، يعني ان انت مثلا لما تاخدي تبرع فالتبرع ده يبقى تحت الغطاء مظله الدوله، مظله الدوله، وتقدري يبقى ليكي علاقات مباشره مع المستشفيات مع الملاجئ، ليكي كينونه، فبهذه الكينونه تقدري انك انت تدخلي وتتبرعي وتبقي عارفه الحته اللي محتاجه، الحته اللي اكتر احتياجا. والحقيقه الموضوع ده مش قادره اقول لك ساعدني انا شخصيا، يعني هو في مش ايه؟ كان علاج، كان علاج في ليكي ايه؟ لخروجك من ازمه فقدان ابنك؟ لا هو من قبليها. والحقيقه انا بشتغل في كده من قبليها، يعني كنت ما اعرفش، انا كنت بحب يعني بجد سعاده فظيعه، مش انا، ستات كتير يعني اللي هم اساسا عملوا الموضوع ده وعملوا الجمعيات علمونا هم انه ازاي انه انك انت لما بتعطي انت اكتر واحده بتكوني سعيده اكتر من من الاخرين. وقدرتي انك تجيبي بعلاقاتك ستات برضو يشتغلوا معاكي وكنتوا مجموعه متميزه هم جدا. كلهم بيحبوا الخير، مصر بلد الخير يا جماعه، والسيدة المصرية بلد الخير. يعني انت يوم ما تطلبي حاجة من حد بجد حتى بالرغم من بعد الأزمات الاقتصادية الموجودة لا يمكن يتأخر. دي نقطة. النقطة بقى التانية اللي انت قلتيها دي، ممكن هو بعد حادث يعني بيوجعني. ابنك الوحيد، عشان بس مشاهدين لا هو ابتلاء كبير، ابتلاء كبير، بس هو الابتلاء ده اتعمل اللي هو من هنا بدأنا بقى افكر في قصة المعارض. يعني انا بدأت افكر بقصة ان يبقى في معرض اني اساعد الشباب والستات الصغير والستات اللي عاملين مشاريع صغيرة، ان هو انا كنت عاملة زي صدقة جارية له، ان هو زي ما هو يعني زي ما كنت احب اساعده لو هو عنده شغل او حاجة، احب اساعد بقى كل الشباب دول ان هم يعملوا حاجة. والحمد لله الفكرة نجحت.